نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة. عادني الله منها وإياكم. ولا ليال سود هذا ولا لها قبلها مسجد كان الفرقان مقالدة مانشستر يا ولا لها كلا رجع مساج كويح هذا كصهرة رجع واحد مدان وما بهن الدين داير بالي كوه غلا ريتم كي يتوه كي كي ثلاثة رجع محان هذا واحد تاجن تاعي وحاجة سكفر دي كدير اليمارت، لكن آخر يدي هو ولا ترتمية قف اللي بنا وحي وروا أمر هاديو أيها له بلشدنا أنتي إلهي دونيسة با إلهي السينية قوشة سبحانه وتعالى صدح قفة مساجد كرسولك صلى الله عليه وسلم وحخرية صلى الله عليه وسلم صدح قفة مساجد كرسولك صلى الله عليه وسلم رسولك أخري آية دروس مركو رسولك دروس تدمي أيوه يصدح لي إن مساجك صاق على ميدك وربا أنت عند درسك كتشفين هذا يسحب ودهذي لأن وحي إلهي حكسو دقي تشرين مركا وحلو بهاي رسولك وحي يصدح لي إن حلقة دي رسولك يدك كلا فديه وسود واد إلهينا وسود ويقول سبحانه وتعالى إن حلقة دي يا دتك بسير حديبين حاجة ضمبة وحشاد إلهي إني كأنا واقح حشاد إننا واسكتش يستيسوا نوردار الحين خوفك نوردار ليه اللي بعتم ماله شرع عدنا وبلارن تا دين توا وح بلارن خوفك أهل أدون خير شقة وود الدين نوردار لام بنيك يسكتي يسويني وحكم مقيهين أندر إنسانين إلهينا واقتش يستبلي سبحان الله لأن التوفيق ذا إيو وافتشنت إيو إلهي بابحية أنا أقول اللي يرى واقع يقول كي سوماليا دوري ستيتن كيو سكول كدكتا أيان سلاتو كان أيو دير بايو عادية ريجي بوتية إنهم حد سلاتو تكوين تتكو بسلات معقلون دولد دي إيو ويا قفكو وابن بيئته قفكو وحاو الدينة بيئدو تشوه كوان الله يا الله مين كان قال يرد إلى سلادة تكو مرت قيس كي جوا سلادة تكو مرت تكو وحبا تتكو وين بتكشري عرفت ما قال يرد لما تيجي تشري سلادة كذا سلادة عصر ك إلهي درت إنساج كي يجوري سو عن صوت قالي أي الله يبارك عليه هذا بنتي الله من حرستي سو بقولي سنتكشري إنساج كي إمام كه كذا وعيري تفسير كي هرنا وكير لما هذا تفسير كي دمنا هبين دمبة سبت ذا الله بلابيا واجا سبت ذا دروس البلابي شري جيب على مركز النصتو سبت ذا الله بلابيا حرتها سودي أرجعون وأمرك يقول رسم ذات صقل وحق قلبي يكون عادي هكحر سدي من قاري ولا صلاة الحمد لله رب العالمين يعني و يعني و وصاعد وافتشنت وصاعد إلهي هدو دون قفك هو وافتشني سبحان الله إلهي ما عودي سنة لين أنا قاري كده جن وأنا كل من إلهي سامي سنة على كل حال هل كان بقلال ده كتيره والله الحمد دايره ما تسترجي اسكدر ايران هل كان بقلال با كتيره وجد ما تو يسوق لي والله الحمد تبارك وتعالى ونبا الهي سلطان ولله الحمد تبارك وتعالى ما دام دلكني اباره يو دباته هيستان موضوع ان ولا لها قبلها حق هو صفر ديه مساجدك إيو أنت إلي سنسي سيو دتك هوله أنك هلينا وموضوع ساعدة تاجن أو
maxaa inala gudboon xilligan? ilaahay wuxuu inoo sameeyey janna carduha samaawaati waalard, ka ballaadhan samaawaadka iyo dhulka. maxaa jannada lagu galaa? ilaahay maxaa raali heshiisa lagu helaa? radi allaahu canhu waraduu canhu baa ilaahay. muminiinta asxaabada ugu horeyso ilaahay baa raalli ka noqday, iyo ilaahay baa raalli ka noqday. maxaynu ku helaynaa raalli ahaanshaha? maxaa jannada aynu ku helaynaa? jannadu waa xadiisu saaca, waa kolba wixii taagan. lidaalika acmaasha rasuulka nin baa ugu yimi, markaasaa wuxuu yidhi camalkee ugu khayr badan. markaasaa rasuulku wuxuu yidhi asalaatu calaa waqtiha, lianna salaad baa markaa taagnay. ama ninkaas waxay yidhahdaan camalka loo sheegayo, kii isagu jannada ku geli lahaa waxoogaa uu ku hooseeyey baa loo sheegaya. haddana nin kalaa u yimi rasuulka sal alla slam. markaasaa la yidhi maxaa yani camalka ugu fiican ee jannada lagu gala waa maxay? rasuulku wuxuu yidhi sal alla slam, jihaadu fii sabiili illah, waa qofka naftiisa ilaahay ka iibiya. haddana nin kalaa rasuulka u yimi sal alla slam, camalkee ugu fadli badan oo jannada lagu gala, rasuulku wuxuu yidhi maratay xajul mabruur. haddana nin kalaa rasuulka u yimi maxaa jannada lagu galaa? qaala biru lwaalidayn. macnaha waxay culimmadu ka fahmeen axaadiistaas, jannada waxaa lagu gelayaa qofka ugu fiican kolba xadiisu saaca, markaa wixii taagan. ilaa jannadu waxay leedahay waaqic, walilahi alxamdu tabaaraka watacaala. jannada maanta waxaynu ku geli karaynaa oo ka mid a jannada waxaa lagu galaa asbaabu dukhuul janna lama kooli karo, laa cadada walaa xasr. ilaahayna khalqigiisa ninba ilaahay waxbuu siiyey. khasaa'inta jannada lagu galayo furayaasheeda ilaahayna qaar wax buu fuday, qaar ducaad buu ilaahay ka dhigay, qaar geesiyaal buu ka dhigay ilaahay diinta dadka ku difaaca, qaar maalqabeen bixiyuu ka dhigay, qaar ilaahay codkarnimuu siiyey, qaar ilaahay wuxuu siiyey deeqsinimo, qaar ilaahay wuxuu siiyey dadnimo kale, qaar ilaahay qalbi jilicsan iyo raxmad buu siiyey, qaar ilaahay daakiriin buu ka dhigay aan ilaahay ilaaweynin, qaar ilaahay wuxuu ka dhigay qaar dadka masaalixdooda ka shaqeeya, qaar ilaahay wuxuu ka dhigay wahalu majar abwaabu lkhayr. ilaahay ninba wuxuu doonaa buu siiyaa subxaana wa tacaala, wallaahu waasicu lcaliim. marka asbaabta dukhulu janna lama koobi karo. waxaa ka mid a alinfaaqu fii sabiili illah, in aynu dadka muslimiinta ah iyo ilaahay wuxuu doonayo in maalka lagu bixiyo, weliba waqtiga ay taagan tahay ee maantoo kale ah in lagu bixiyo. qofku xataa uu ku dadaalo, dad badanoo wax jira soomaaliya oo aan shaqaynin, marka tae war maxaad u shaqayn weydi, wallaahi maaragtay waan iska daalo shaqo. saxaabadu ridwaanullaahi calayhim inta ay shaqeeyaan oo ay xaabo suraan oo ay xoolo soo raacaan ayaa waxay u shaqayn jireen inay sadaqaystaan oo jannada aakhiro ay guryaysii dhistaan. nasiib darada maanta ina haysta xooyaan, qofku wuxuu ka fikiraya ayaamkan uu nool yahay iyo waqtigan ku socda ee uu hadhow odhan doono markuu arko xaqiiqada rasmiga, xataa idaa jaa axadukum lmowt, markuu midkiin mowtka u yimaado qaala rabb, ilaahayow maxaa dib iigu dhiweyd, fa asadaqa oo aan sadaqaysto, waakun maxaan kula maratay min asaalixiin, walan yuakhir allahu nafsan idaa jaa ajaluha, waxay naf haddii ajasheeda u timaado waa intuu ka faa'idaystay. lidaalika waxaa arkaysaa qof maanta shaqaysan kara oo agoon wax u tari kara oo bulsho wax tari kara oo qaraabadiisa wax tari kara oo la yuuruliyey oo halkan fadhi ku dirirka jooga, waxaa aamsan yahay hadduu shaqaysto waxa soo gelayaa macna u samayn maaya. lidaalika wuxuu leeyay maxaa kirada gurigii xun baa igu kordhayay, ninkiiba meel dhow buu ka fikiraya, nacuudu billaah. qofkii dhammaaye adduunka loo dhiibay, adduunkaba adaa mas-uul ka ah. inaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaali fafaabiina yaxmilnaha waashfaqna waxamalaha alinsaan. ninkii dhammaaye adduunka mas-uulka ka ahaa ee habeenkii la rabay inuu ilaahay ka warwaro oo cadaabka ka warwaro oo jannada u warwaro oo dadka ka warwaro oo gaalada la jaarkaa ka warwaro oo khalqiga ka warwaro oo uu ka warwaro qur-aanjada, ila qofka muslimkaahi waa mas-uul shaqadii nebi maxamed buu haya. ilaahay qur-aanjo qur-aanjadii ka warwartay baa qur-aanka laynoogu sheegay, yaa ayuha annabl udkhuluu masaakinakum
laa yaxdimannakum sulaymaan wajunuduhum laa yashcuruun quraanjo mas-uuliyad qaaday baa ilaahay quraanka kaga waran suuratu naml loo bixiyey adiguna ummaddii nebi maxamed baa tahay dareen ma kuguma jiro waxaad taagantii maxaanu shaqaynaya ma janna ma rabtid miya ilaahay ma rabtid miya allahu akbar kulliba waa dimanaysaa sababa xidhan jirtay xooga kulliba xabaal baa la gelaya buran jirtay waa diin maxaan jira mar xoogan xabaal baad la gelisa xooga qoral ma shaqeeya aqligaa laga shaqeeya werwerka ayaa laga shaqeeya kelimad ducaa oo ilaahay qalbigaaga intuu ku ogaaday ayuu ilaahay naarta kaaga xoran karaa khalqi badan ilaahay ku hanuun karaa ila ilaahay baa awoodda iyo quwadda iskale ala kulli xaal asbaabta jannada lagu galo waxaa ka mid a maanta wax bixinta ayaa ka mid a qur-aankana ilaahay wuxuu ka dhigay iyo sunnada nebiga iyo ijmaaca ummadda waa rugniga labaad ee islaamka waa rugniga saddexaad ee islaamka bacda tawxiid bacda tawxiid marka laga yimaado cibaadaadka waa rugniga labaad salaada rugniga koowaad marka tawxiidka laga yimaado rugniga labaadna waa zakada waa sadaqada lidalika baa ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi waaqiimu salaata waaatu zakaata war salaada ooga oo zakada bixiya waaqridu allaha ilaah sii amahsada qardan xasana amaah wanaagsan war waxa ilaahay idin siiyey wax la sii baxa oo inaa wax la baxdaan u shaqo taga wamaa tuqadimuu lianfusikum waxaa naftiina aa usii bixisaan oo min khayrin xalaal ah oo ikhlaas leh oo ilaahay aa wax kaga iibsanaysaan ila kaasaa khayrahe tajiduuha cind allah bali ilaahay agtiisaa ka helaysaan waa sideed markaa helaysaan huwa khayra luqada carabiga khayra akhyar bay ka timi tacliil sarfiga ku dhacay huwa khayra ay huwa akhyara isagoo ka fiican wa acdama ka weyn ajran xagga ajarka ilaahay subxaanahu watacaala waxaad bixisay lidaalika muuminka ilaahay toonlaa buu uga dhigaa ummadda nebi maxamed wax kastoo wanaagood bixiso toonba lagaaga dhigay taas waa standardka qofa qofku ka tawxiid badan yahay ee ka ikhlaas badan yahay ee ka sidqi badan yahay ee qalbigiisu ka udgoon yahay ee ilaahay ka jecel yahay ee uu ka mas-uulsan yahay baa waxaa looga dhigayaa tobanka boqol jeer toddoba boqol jeer wallahu yudaacifu liman yashaa ilaahay intuu toonaa buu kusii laalaabaya allahu akbar wastakfiru llah baa layidhi camal kastoo samaynaysaan na ilaahay dembi dhaaf weydiista lanna cujbi baa ku gelaya lidaalika markaynu salaada tukaneemka ka baxno qofka maxaa laga bilaabay markaad asalaamu waanaad saddex tiraa astakfiru llah xataa camalka ilaahay dartii aada u samaysa baa laga istakfirulaystaa lanna waxaad moodaysa inaad ilahay wax u qabatay shaydaanku koor yaroo biru kuu gelinaya nacuudu billah si waxba baabah uga dhigo oo adiga daalac minus lagu raaco lidaalika cibaadada lafteeda ayaa inaad kasii toobad keento u baahan alcibaada nafsaha waxay u baahan tahay inaad ilahay uga toobad keento ila ma garanaysid inaad waafaqday iyo inaad maarta aad cidlo kulumayso rooman waxba soo saaraha inaad wado ilaahu tacabka inaha khasaari wastakfiru llaha ina allaha kafuru raxiim ilahay qur-aanka wuxuu ku yihi nabiyullahi maxamed laysa calaykum hudaahum nabiyullaahi maxamed oo laguguma waajibin adiga inaad hidaayati tawfiiq iyo xaqa waafajiso adiga laguma waafaj walaakin allah yahdi man yashaa hidaayada iyo tawfiiqda ilahay baa bixiya nebiga maxaa ku waajiba hidaayatu dalaal inuu dadka xaqa tusiyo laakiin wamaa tunfiqu min khayrin baa layidhi wixii aa bixisaan oo khayr ah falianfusikum yaa iska leh naftiina wamaa tunfiquuna ila ibtiqaa wajhi illah bixin maysaan baa layidhi ilaa idinka wejiga ilahay dalbaya mooyaane qofku haddii ilaahay dartii wuxuu bixinayaa anay ka noqon satakuunu wabaalan calayh hog
iyo halaag buu ka qaadi doonaa. Marka inaad qabiilkiina iyo masaa'ibka iyo fadhi ku dirir iyo halaag iyo khuyala iyo kibir iyo digdig iyo waxa inaad waxu bixisaa waa masiibo. waxaad bixinaysaa waa inay kaa noqoto ilaahay dirti, waa inaad koos fiican iyo dariiq fiican ku bixisaa. wamaa tunfiquu min khayri bal wixiyaa bixisaan oo khayra yuwaffa ilaykum waa laydin wafinaya, jannadaa laydinku siinaya, ilaahay ridiisaa ku helaysaa, raxmadiisaa ku helaysaa. وأنتم لا تظلمون لأنك تظلم وحبا لأنك نسقال معي لأن إلهي هو عادل جنة خير بالمشر وإيالك إن كسعنا لذلك لا يقرأ وحدي لن تنالوا البر ما بقى لسا ونقى داد بارينا أو وحي أي بارين كنا نقول هاين هي برقة هي ونقى إلهي وكوة جبيين ما بقى لسا بلدي حتى تنفقوا إلا بحسان معي مما تحبون واحد عشي سين خبدي جمعة كور أنا أنتي لو يصير صومالي ذو حي أمس أنت هاي وحو قفكو كم مارمي وايو إنه بحير أرنت أسوأ أرن خضاء أرنت أسوأ أرن خضاء إلهي وحال الصين يوجه جيسة لو رب حياة جنة إلهي كيف سنسو رسول كوحوري ألا إن سلعة الله الغالية برودكتك هذا مريض تقول إنك شو بيمسوس من سنة صار مع عانو إكسبايرد سوي سنة بس عانو أصب عانو أصب قار فريش واحد سوي نساء انتظر مثل ما بتكون أورجانيك يكفي عين سوي سنة لأن السلعة في عمل بانت برودكت في عمل بانت ونفقك قليلة وأنا الحمام كقادم إلهي واحد كجذا نساء كقالسا جنة إلهي رسول عوري ألا إن سلعة الله غالية إلهي بضيع عدد دون السنة كقدرتها وقال ألا إن سلعة الله هي الجنة. لذلك إنكم مركب صدقاء سنة إنه وحده تاقوه إذا كاقوا لحقوا لحلاه أيوه قف كنت اسكبروا ماشي كتقية إلهي ماها يعني سبحانه وتعالى قنب وكيه وحا وحكو السيي إلهي وكو إلي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم حسن عملا وحاول لو امتحان يا با امتحان كانت كجرتو بل واحد لهي ودي بتبال ميغي marka maalin walba ninka coins ga labada biya soo haara meesha kaga qulux seenaya ay soo haysta inuu sadaqaysto maxaa sadaqaysato hala dunida sidii saxaabada radwanullahi alayhi wa alayhi umar iyo abu bakr marka rasuulku maantu tabuk aaday iyagu soo dhawriisto kuna ciidana wata ayaa umar wuxuu raadinkii waxan ku seexday أبو بكر وليا إيا ألها ما تقارن خيرك ما تقارن ما أنت وانت خير راسا وليبا وحنصو وقال يقول وقت جاء تبوق لآذاي أكت إذا وما أنت نروح ولا بدنا نروح وقد وافقته مالا عندي وحنصو وافق وليبا مال بنهستيبو وحنقول يقول ما أنت أبو بكر يو خابدين إلا خيرك والله ترتبع وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مركز المال كي يهمن كي حسابي ما أنت ويجي لن وحنستو أي المال كي يسوي حسابي برتك أنا كنت أفتيك بقول كي بكونت أنا عرفت ما رويبي يرهري بقول كي بكونت أنا مسوي حصول ما الحوري وكان ركب عليه النار تكك حرين دونا ما أنت أصلا مركز سار حصولك والحقول ماذا تركت لأهلك يا عمر عمر وركي محاد وقتني قال عمر وعيني وحن ويمي مال كي كلا بربان ويمي إلهي وحي أدوتني وي ما شاء الله ما يصح ما شاء الله إلهي وحي أدوتني هاو بركي هاكو بركي برسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أي سوء يا عمر بروح بحي أبو بكر بايمي وحلوح وهاي المدينة وشوي قبيها بعان هالكائما حوا كمان مركز الرسول كورتي سوتشي سو يا أبا بكر ما تركت لأهلك أهلك ما حد قتني عرفتي قال تركت لله ورسول الرسول إلهي رسول كسبان وهم عمر روح عن يطي صديودي إن أنا أولي جيب أنت عن الله هاي هرينا وقارن أبو بكر ما ترى قارن بالقوة إيمانك وصوت إلهي الصديق قرقة ومن يدعي الرسول ومن يدعي الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا. تذكر واحد إلهي أضيع رسول كيس إلهي هل كل رفيقة يا كنادي كل رفيقة يا من النبيين والصديقين أولئك أبو بكر كاتقوري الله بعض أيو كم ديها الجنة ذا درجوين كوسر رسالة أددكو أي تيك سنيان إن إله رفيقان مرك اللي ببي إن أساس ما شكل بكو تورتو مية ذا بكر كل رفيق إسلام بقى عليه قضي دلي ويدي وحقا مارت وحقا حاجة ذا تمر بكي وين هذا دين دلام بيج علي علم ذي هرة أي تلو ذا يدعي وكاسو وذا كي بشر دين هذا خلاوي ووحي دعاين كلمة سيد بولد بيسيسا بولد وافر قمو وكاسا هو قصلا ما بولد بات كل اليوم يعني انك وحي فيلي يدعا دو اسلها الدعاء يا اسلانتي وحي يا سيسي والله يا رب واسكا يعني هي المثال مياد اسلالة الى هاي فدلي قصة جاندو وقلندونا لكن لما بيو عصعصي يوحا كونس كتابت هذا كسو هاري انا دارك انك غلو سيسو مياد اسلالة ده وده وكرة تكون رفيق مركا عمل لقاها الله ايمان لقاها الله sacrifice تضحية مركا لقاها الله ده عمل بيو باهانت عمل كنا هدو شيء واحد عن ذاتك هو مدعي بحلات شاكت مدعي مرخاتيبو باهن قرع عاد مدعي عاد كتاهاي اوراد مرخاتيكو هلين مياد حلوح وكما يا نو نيكا كروبا لدارنا يا لذلك ولا ليا جنده وحويان عمل بيو باهانت عملك جنده ومقال وحكم ذا مالك وليبا مالك وكأذي عماش كرابا إنا تكتاوا وحفظوا إنا تكتاوا وحفظوا صلاة بنا مركز ميشة تاقنتهي قارو حلقات بلا تسعه ثمنه سبعه سدسه خمسه ربعه ثلثه نصفه قاربا لوضا سياه إذن كو صفك تاقن أيا نين بقول كيبا توبا لو قرية هل با لو قرية بقول كيبا حالي توبان كيبا هل با لو قرية سقال كي كلا كأنتك ماهيو إلي تايو باهنت وحلوة عياد تايو باهنت خشو تايو أحكام جوغيتان إلهي نوافة شير صدقاتنا وعلمين ما كوحا لو يقان ريباديه إن يددك سوان لو يقان هذا ترادا وان دولة يايون ينبايد دي لك علي راع إن هذا الكامر كيبوك راعي هذا سي قاعدقا ترى ورع نفاري صوصار ما كايلي حوله هو وحا أقوى أدك بني آدم لذلك القرآن كأردن إلا وحنا علماء المال أما الله أمي لدمو يعني مالك الجهاد كالدونة مالك هي النفط وحاله الرئيسية مالك وحلا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم لأنه وحلوه مالك هي النفط كيف واضح مالك عليك مالك عليك قبائل كمالك يدير ريان إن يدال يردو ستبادو دبك الجريو وحبكم ما لكن أتراد حولها قصوك حقيلك هل نوصوك حميلي ونقاتي بروني أنا مكرة أنا بكرة هذا النفتي سيو دليا أو حكا بقوة لكن نيف عريا مكسيني وصوت إلهي الرسية حتى القرآن جهادك وجاهدوا بأموالكم على الرسية وأنفسكم مالك ووحكو أذك دركة وحيابها الشيطان كو أذيك صدقوا في الجنة إن أنا كو قلم مالكم دي رسولك وحيري مالك إلهي وحكري وحرويا قانو عهورتي وشيطان كو حسنية ومبخلة مجبنة شيء ده ممكن كنا يعني حتى حوالها بحسو عروت سوق عشان ميسو حتى نفط هذا بحسو جهاد آدو مرت عروت سوق عشان ميسو لذلك رسولك هو ما بخلا بخيل لماذا عروت هذا يروح مشيدانك وحاسو سنة يعني ومجبنة وكعبسي قلنا يعني وعروت حاسك تتوبرنا لذلك إلى عليه وأنتها أنت كجدبتان وصارعوا إلى مغفرة من ربكم والجنة عرضها السماوات والأرض وردك دقة بليدي إلهي الدم بداف كيس حقي الله على الدم بداف كيلهي إيه كأنه كبل عرض سماواتك إيه رول كرول كنا وات الضباء سماوات كنا وات الضباء ويكبل عرضه قف كقولة كنا ذا بسينا يوم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا جنة إلهي نوجو الرما يوم منك آخر محنك هذا دخولا في الجنة قف كقدم بيجي جنة قلي دونا فصولكم حلوان إلى حق النار توجين دونه
rasuul ilaahay buu barayaa markuu naarta arko ilaa wajigiisa bay qaabilsantay waxa dhibaya urkeedii iyo foolxumadeedii iyo waxyaabaha laga raaxaystay indhaha ka mid ah iyo qalbiga iyo urta ayaa ka mid ah haddii imaka bakhti lagu dhexro ciqaab kuma dhibna haddii waxa lagu tuso ciqaab kuma dhibna riyada wadaa ka habeenkii markaad riya xun ku riyatiya masasku cunaya ciqaab kuma dhibna marka naartii baa loo jeedinayaa ilaahay buu baraya wuxuuna ilaah maru naartiiga jeedi haddii lama gelin ilaahay uga jeedi urteedii baa dhibtay araggeedii baa dhibay foolxumadeedii baa dhibay maqalkeedii baa dhibay ilaahay jeedi markaasaa laga jeedinayaa markaasoodana baryayaa ilaahay ilaahu xagga jannada ii jeedi ilaahu ii jeedi markaasaa jannadii loo jeedinaya markaasoodana baryaya mar walbana wuxuu odhanayaa ilaahay markuu ka jeedinayo ballan ma igu qaadasa inaad wax kale weydiisan masoonaya ilaahu ha intaa dhaari waxa iga tanaa wax dambe weydiisanin markaasoo haddana odhanaya ilaahu jannadii masuul wariya yabna aadam maa aqdarak waar ballan maxaa ka bixiyo warsadigii igu dhaartay inaad wax kale weydiisanayn masoonaya ilaahu horta jannadu ni tus markaasaa la tusaya markaasuu cabaara mustaaniya intii ilaahay doono markaasoo dana qaylinaya ilaahu ii dhowee ilaahu wariya yabna aadam maa aqdarak aakhirkii waa la gelinaya ina aadankii dhibta badnaa ee ballan burinta badnaa jannadii baa la gelinaya marka jannadii la gelinaya baa la odhanaya maxaa doonaysaa maxaa jannay intii lagu baa doonaysaa ilaahay wuxuu odhanaya adduunku intuu leeka soo adduunkii nishano garanaysaan toddobada qaaradood iyo toddobada badood iyo caasimadaha aynu hablaa ula baxnay ee england iyo baarliinta bidho loo baxnay waxa adduunka yaalla wixii adduunka yaalla ma garanaysaa haaba ayuu odhanaya janna intaa leeka daan ku siiya ka waran ilaah way ugu filantay buu odhanaya waa adduunkii toona ilaahay waxaan ku siiyey adduunkii wa mithluha toban adduunkii baan toban jeer kaaga dhigay ilahay odhanaya waa qofka yacni waa qofka ugu jannada yar lidaalk baa lay waidaa ra'ayta thama ra'ayta haddaad arki lahayd wa halkaa yaala waxaad arki lahayd mulki cadiim ah allahu akbar lidaalk waxa lay wasaaricuu ilaa makfiratin min rabbikum wa jannatin carduha samaawaat samaawaatka toddobada ah waxaa la yidhahdaa cadceedileyska orodka yacnihii jannadii kasta bini aadamka awoodda ugu sarraysa intaynu heli karo aynu u kala socono 500 sana labadii samaaba loo kala socdaa labadii samaawaad allahu akbar uciddat lilmutaqiin baa loo diyaargariyay mutaqiintu waayo maalka ugu horeeya alladiina yunfiquuna waa kuwa bixinaya xoolahooda fi saraa markay barwaaqaysan yihiin wadaraa markay dhibaataysan yihiin ee faqorka iyo dhibtu ay haysato hadduu faqiir yahayna wuu bixinaya awooddiisa hadduu taajir yahayna wuu bixinaya weliba qofka faqiirkaabaa ilaahay sadaqadiisa ka jecel yahay ka taajirka laanaka taajirki de wuxuu bixiyaabahaya kan faqiirkiise wuu iska goynaya lidalika rasuulka waxaa la yihi sal alla slam yaa sadaqada taa ugu khayr badan rasuulku wuxuu ihi juhdi lmuqil ninkaan waxba haysan juhdiga uu la yimaado baa wuxuu rasuulku yidhi ugu ajar badan sadaqadiisa allahu akbar walkaadimiina alqayd waa kuwa cadhadooda qariya walcaafina can innaas waa kuwa dadka cafiya wallahu yuxibu lmuxsiniin ilaahay muxsiniinta wax bixiya ee ilaahay ixsaankiisa ka gata ilahay qur-aanka wuxuu yihi jazaa lixsaani ila lixsaan walaalayaal qur-aanka waxaa ka mid a sadaqada waxyaabaha jannada in lagu galo waxaa ka mid a ilaahay qur-aanka wuxuu yihi waxaad ku tiraa qul nabiy illaahi maxamedow waxaad tiraa ina rabbii yabsudu risqa liman yashaa ilaahay ciduu doonaa saqda wuu u ballaadhiyaa oo min cibaadihi wayaqdirullah ciduu doonana wuu yareeyaa ee wamaa anfaqtum min shayin ama ha laguu yareeyo ama ha laguu badiyo wixii aa bixisaan fa huwa yukhlifuhu ilaahay jannu kuu gadaal marinaya dembidhaafaa lagu gadaal marinaya cimrigaa lagugu siyaadinaya calooshaa lagugu siyaajinaya calafkaagaa ku siyaadaya waxa khayrkaaga dhan baad ku helisaa wahuwa khayru raasiqiin inta waa xasadana ilaahay baa ugu khayr badan aayadda ugu dambaysaan soo qaadanayo qur-aanka laynoogu yaboohay jannada ilaahay qur-aanka wuxuu yidhi mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illah mathalka iyo maamahda kuwa ku bixinaya amwaashooda fii sabiili illah
وكمثل حبة وسيدي قف حي هالحبة أو أنبتت صوصرتي سبع سنابل تضرب ملح لبعدة أما هلك جرين أما هلك إنين جليدة أما بريسكة أما مسجدة أما رديجرت أمرك الله بيرم حي صوصارسة أنبتت سبع سنابل تضرب ملح أي صوصارسة ملح بين تلقي وصبولة ومثال في كل سنبلة 100 حب ما ضحك السبب بقول بقى كتير بقول تضرب كل فوات تضرب بقول حب وحب دي معي سرت تضرب ما ضح ما ضح حين وامسة وبقول من تضرب بقول من بقى إني أنت سرت ومثال والله يضاعف لمن يشاء إلهي قفك دونه وقسي بدنيا والله واسع عليم إله هو واسع هو العليم لذلك لا القرآن قعد الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله تذكر جدك إلهي كب حناية مؤمنك أو نفتي سلبت بادية وفي سبيل الله محاج جهاتك الواجبيين لدداله لأن أمضى مسلمين تلبت بادية كتابك دينته ودي عقل ودي نفته ودي يعني أيها لبت بادية منك ما أنت أبارحاس تذكر يا حريبة كب تقين دوني مسلمين تأينوا بادية ومرت وفي سبيل الله لأن أصل كجهادك ممهين دلوا بالبادية يا نفط وليبا يسقوا وحويان وكهرتك جهادك لكن مالك ما أنت أتكون بحساب كهرتك ما هي يسقوا وحالتها جن. لذلك قفك قرشد له وواجب ما ها السنة مالك هذا بك بحنسة حقيقة بجهادك إنه فرض العين الله إنه مرنا فرض العين الله مرنا فرض الكفاية صدقنا وأساس لك ما أنت صدقنا إنه بحنينا وفرد المحنك رضا عنوي قفك يسيقو اب انو قف لمن ايو انو مالك يسيها يستو حرام بيك انو غنسا قرآن كيلاي بعليه ومن احياها قفك النف لمن يسنو ليا فكأنما احيا الناس جميعا وحنو غنيا ميت خلق يأدون كلنو لي قفك النف دلانا اي وحيا يكون الله إلا يكايست ومن قتل نفسا بغير نف او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا مالك اللي وذليه يهي او وقت يسي دادكو اي كبت باقي لحين لقاها يستو فسهدك واني والله الذي لا اله الا هو نمشي لان مالك انت هذه مالك هربا الهي وكولي بي الهي باسكال سبحانه وتعالى تصرف كيسان الهي باسكال وحيل وفري هذي عبادتها هذي عورات استرتتها وبد كاقد نفقيستها قرابة هذا تذكر صوالي ما توضع قرابه ووضع قرابه لذلك ولا ليا إلهي وحليه الذين ينفقون في أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون أن راعيني نمحي منن من شيء شر ولا أذى صدق الله عددك كل بينين لهم أجرهم عند ربهم ربي قد اكتسى أبال بكليهن ولا خوف عليهم رغون ما يان نرتقل ما يان عرق إلهي كل أميسه عقاب متيسن مايان عرعراف مايان هوغي مايان هقر دام يدب لكل مايان ولا هم يحسنون ممروغون دونان مركي قالوا المروك تود من اسي منافقين ايها المعاصد ايها مرددك فاسقين تها والعياذ بالله احادث الرسول كسور رتي صلى الله عليه وسلم حدي ينقار كسوا قادنا من حديث ابو هريرة صلى الله مسلم يا بخاري رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله قال لي إلهي وحيد ويد الرسول صلى الله عليه وسلم إلهي بأويد إن الله قال لي إلهي وحيد يشهد ويد أنفق به وامحي أبالك أنفق عليك أضيه أنا كنا فقينا يا بني آدم كوحسين حداد بحيمة ذم حق عيد ساحين كي يروح كترا ما من يوم طلع عليه الشمس ما شفت ما نعد الصبح له إلا وأرسل الله ملكين إلهي لغة رب صدره يقول أحدهما مدوح عرنيا بريو وأنا مستجاب الدعوة ملايكتس لغة مدوح عرنيا
اللهم أعد منفقا خلفا إله أمي تساك وحبحيي إله وناغو قدال مري جنو قدال مري دنبدافو قدال مري إيمانو قدال مري راحو قدال مري خيرو قدال مري ميتدا حن أولغا إلى اليو قدال مري معروف إيه وناغ إيه مقع إيسو هكاكو قدال مري وبد كود حفتداو قدال مري كيلا بادم حرنا يا الله معدي الله معدي ممسكا مرتي تلفا إله ميت كاهي استي مالك هاتسي سيدو اللوبة هيا هي إله مالك كبابي تلف حتى هدو مالك هاي استي الله بركي ماي ميل باس بوكو بحنا يا إمي صدرتي مال هاي استي وزينو يكلاب يسرقو فردكو ديرب حمان جور قاد خمرو فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة مالكي سيبا النار توكس بيسا ونعوذ بالله من ذلك لذلك ولا ليال رسول كوحي صلى الله عليه وسلم إلهي وحلي أنفق نبي الله محمد ومضى لنا وشك أنفق عليك أنفسية لذلك يمين الله ملأ أبوي رسول إلهي مدكتي سوي بوحده صحاء ويشم يساس ربك ولا يقيدها شيء إلهي دقدي مالك أو خيستو يوح خيستو وحنس غاميا من شرو الليل والنهار همين كي مالت أرأيتم رسول كل بل كورما ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ما نتو ملك يعرك أبو ري إلا قيام ساعة إلا بعد قيام ساعة إلا جنوين كاللغة قوري مايو أو لغة قبوبي مايو أو إنك نريد قف قرى جندة وهلية قف قرى جندة يرني وأدونك ملكي الله تولابي ولبا أدونك إلي وعدب وحني نحنين وضحنون وحنات منسى أدونك حداد حد قد بكسة ميسو وأنا إسكا إلالي وتقول لي ما نسى ودي القرآن كي سنة يقول سنة كلوا وشربوا ولا تسرفوا محايا إله إن الله لا يحب المسرفين إسرافك أدوك بكسة الله عنه بل رسولك وحكومة معه اللي هذا الكويل هذا هو حكمة الدنيا ده رسولك وحكومة معه الدنيا اللي نسينا هي التجارة الدنيا واحد وحلوة الربيع أو جوجل كلا جوجل فإن الربيع أبو رسولك جوجل يلم أو يقتل جوجل مرك قاركود قفكو جوجل وكحنا صدامو بدلابة مركز رسولك وحكسو قال الله من نفع أريا الله بدنا نفع أريا الذي خلق كل شيء مرت إلهها وحول بقى بوري هداية للسي حتى حيوان نظن قارب مسالح ذو الوهم من يقارن مسالح ذو الوهم من ماي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى رسول كنا فردي يكشى عليه الصلاة والسلام وحول الله نافع عليا مد أنت إسكنته أي حبوط ما كل عويق رحلة في البادية يا باي نور بهض بلها بهذه البادية هاي نشى أنا أكشولي أذ بارو فرح سنة إن البادية كلش لأن وحنا ورسول شيء جيو على الأقل بي أذا أيدين تكون هم سامح سكرا هو يدي وحي قادم شرط مارة مركا أرو جوجو فربطه مدي برعاية هو يدي مدي ستو أرجع دحشوت لأن الناف كان نعسك إسكابناي بل جورع يا مركو رفته رسول كشيء صلى الله عليه وسلم كي كلام رسول كوعي نافك حريفك مركو أركو خاسرتين كي سئنا بحال أو رسكي أو كتشلو أي رسول كوعي مال برنام بوتاقا في بادي ولا يبعي رسول كوعي هو الله يعمل رسول صلى الله عليه وسلم مال برنام بو نافك تقيا عد عدو سول لقيا فلاري عد عدو قوانيسا وديدي يابو رسول كوعي وكاتشايا وصالينايا ونسانايا نافتي باك بحيسا نفتي باكو سو نقونيسا مركا سو نقونيا انو امي هي عبار مركا نخ مارتي ومركا عالي نقدي او غاچو بو هادنا داقيا مركو هادنا اركيني خطرتو اي مخان كولا غوكي دوني ينو ديلو بو سيني سمينه كي كلو رفد ودي تا تدخوا سلاس بول مالك ادونك حاب مالين سوال مارتي لهي دي خديس ارايت ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يقد ما في يميني الهي ميدك تيسو واحد نسقى مني أمتشرة لذلك الجنة واحد كل يسو كل من ميسي أو إسراف ملا
oo xanuun ma leh oo cholesterol ma leh oo maxaan ku dhahdaa gastrin ma leh oo expire ma leh oo sun ma leh oo ku gaboobi maysid waxa jannada maarta yaala walilahi alxamdu tabaaraka watacaala. Lidaalika marka jannada laga warayo lagu leeyahay adduunka milkigii iyo toban jeer labaa lagu siinayaa waa miithaal wautuu bihi mutashaabiha yani dadka waxa la doonaya waxay garanayaan maanta wax loogu qiyaaso laakiin jannadu rasuulku xadiiska saxiix muslim ku yaala ilaahay xadiiska qudsigii أعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عندها قمي أرق لقها قمي مقل سنكها قم أورن قلبي قالك ما صورت لا وعرشه على الماء وبيده الأخ مرت وبيده وحويا يعني سوحة كسبا ميزانك واكو القبض يرفع ويخفض الى هددك مالك الى بحيا باقار درجوين كسره الى هي كسينيا درجته دي بسره لو قاديا قارن الى هي درجته دي بهوس لو دغيا الله اكبر يا ما انت دوني درجته اباره جرمات ان جنده في يفسد يا دوني انت دا اهل كيس سيغير في سنت شران ان يراهدان انت روك بدايه بش مارج لا بلابا توداي بيل كينتا سين قلينا انت انا دغ عبين دغينا aruurtooda kuwa ee level ka dhigta ee fasaxiida helaya inay shaqo tagaan hooyadu shaqo tagto aabu shaqo tago dadka dabadaha jooga inay gurmadaan qaraabadooda qura xeer waliba haduu qaraabadiisa takaful ka sameeyo qaraabadina qaraabadii sii qoodiso ilaahay waxa maanta inaga haysta dhulkii uu inaga badbaadinayaa dhulkan inaynu joogno oo ilaahay ubadka inoo barakeeyana justification iyo reason baynu helaynaa الله أكبر. لكن وأيوه وعدين هيك رسيه سبحانه وتعالى. لذلك حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أيضا قال رسول الله سبعة يدلهم الله يوم لا دل إلا دل تضب إلهي بأخرية ما لن تهرك إلهي مو يهرك لأن يترين وما لن أدر بضن وما لن تذكر بيد كود قار كود ومقور دونان وقفك بيد كيسا كفرا إنه سيدة بد مارته ومقوره ومن هذه الخطر يوما كان مقداره 50,000 سنة دير كده وكنت كنا صنع يوم يجعل ولدان شيبة عروتي الميرة مرت مركي سوى صغيرة بنتي إلا صو ساري والروبية إسلام تيور كل هاي يتين الناس كانوا كنا سنتي اللي ما تيلا صو ساري لا يرتيسة يوم تذهل كل أمرضة عن عم أرضعت وحي نجنيسي هودك بحياة وتضع كل ذات حمل حملها تيور كوس الدمدو سبودي وترى الناس السكارى تقوي سخراسين وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد وما اندرا وما ان هذه الدرا كنتم كن اوسنا اي دركيد غاريا ددك الهي او كو ادكاي كواس ايغو سداس قارب الهي وحرينيا او اوريدي جنلا حركيدي كو جيره ايغو الهي ورتاغين تدبدا وخا كميدا رجل تصدق بصدقه من صدقيستي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه إلا بدح لسانه يقانين وحمدكت سبحانه يعني هي وحدوني يا إساقو أو إلهي تشأل أو إخلاص يووناق قلبي يسو كبوحو وندنك رحين مالك إنو بحيو ودرة تدير وحكم إذا وحيابها ما أنت أبواب الجنة وحين كانت إن أسباب دخول الجنة إن يفربضانتها waxaan ka soo qaadnay sababta jannada lagu galayo maanta oo ah infaq iyo halkay kulba heer ku taagan yahay ilaa maalinba amalka jannada lagu galayo waa ka taagan oo keeshka laga faa'iideysto ilaahayna waa amaashi samarka Allah wallaabi in maraynaa min hadisa wara radiyallahu anhu qala rasuulku xudi sallallahu alayhi wasallam ma min yawmin wani soo sheegna hadiskaas yusbihu al-ibadu fihi illa malakan law marti malak ayay yanzila فيقول مرت احدهما اللهم اعد موفقا خلفا الهك وحبحيه خلف سي وناغ غدال مري جنو غدال مري راحو غدال مري خير وناكسنو غدال مري حنن كود كايسو غدال مري توفيق ده ايو ايمان كات سي له غدال مري ويقول اخر في كلام حنيه اللهم اعد موسكا خلف تلفا الهك هيستي الهو مسيبه كل الهو حيسه كبابي الهو كهلا ساحين فاز في الله من حيث أورى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من أنفق الزوجين مرتي من شيء مرتي من أشياء في سبيل الله قفك لو أنه أكمد حيابه إلى هاي السيئي كبحية لو شيء دعية من أبواب الجنة وحلو غير على الباب ذا الجنة الباب ذا الجنة وامسى وسديد رسولك صلى الله عليه وسلم وحلو غير الباب صدق الله غيره إلا الباب ذا الجنة قاربا صلاة صدق الله صومت حجك أمر بالمعروف نهي عن المنكر الله أكبر باب الجهاد رسولك وحيد صلى الله عليه وسلم أبوك باب وحيد رسول الله وقف كعديباتك مصر نهي ما ترى قف سديد الباب اللي وقيل دمانة آخر جنة قال نعم رسولك ولي وأرجو وحرجيني أنت منهم إن أبو بكر سديد الباب اللي يقيل دون سديد الباب اللي يقيل دون الله أكبر الله أكبر ولا ليال الباب كي سديد جنة صدق الله ما أنتو كل فريه نارتا إن لا يقف فريه إهل كاغ أبها زوج مرتحاس كاغ وبد كاره وما أنتي إلا شقيسين شري حديث كلام رسولك صحابي رضي الله خريم ابن فاتك رضي الله عنه قالوا بالرسول وعلي من أنفق نفقة في سبيل الله قفك بحية نفقه يا حول جدك إلهي سددتك ما أنت مسلمين تنفتو ذا اللي بدبادين هي واجدك إلهي كتب له بسبع مئة ضعف تضبب قلوة شربا ما أنت الله ما أنت وكلا لا 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 بيا حديث كلام النسائي بأوريه الباني وعلي جامعة يو نسائي الوضع وحلوة وصحيح وحكم ذا حديثة من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم نبا وحكو لرسولك إن أمي افتتلت هو يدي موت القفلة دلي حديث كلا نبا ويمي حديثة سيئة بأفر بانتي والك الكور رمية وأمرتي وأظنها لو تكلمت تصدقت برسولك أيها لصحابي رسول الله حرجيني هذا هذي لهاي ويصدق يسمعه حوله هذا ثلث بيت دردار من لهاي يوحي الله ملا فهل لها أجراني أنت صدقت عنها أدان هو يدي حول كبحيو ويقيريوتي جنة بقليسة ما انفعي صدقاتي ها هو رسول كويلي صلى الله عليه وسلم قال نعم بل وحسوان دتك أهل قبورك حيث ساحة وحسوان تشوق عالم البرزخ درجات كود ويستقانة من بدل بجنده كجرو اللي ده قدر بعشر الله غفر يا درجات كود ويستقانة مركا تدك ميشة شو قال قار كم ده أيه إلهي هول بدرجوين كود طلعة درجوين كود بسر الله سيق هذا سر الله سيق هذا اللي درجات كمؤمن أنت رسولك وحولي وكا محاكرة ده حدقها غابر كيس سماذا كل بلي سدا قاركين أوار كسان حدك سبده كل بلاد أيام قار درجته دوار كسان يجوا سبده كل بلاد ويكل درجته سر يا مؤمنين جنة مركا مؤمنين تي لما عالم البرسخ جوجي أيام قار هبي مول بدرجته يكون سر الله قاضي مركا صادف كي كلا سوي دينا يا بسرنا يا ورنين كان مالين بمالين تقدم بيسا وسيد اللعيا جنة دي سي والله سيد اللعيا درجته كيسي سيدي كدعا مكسال عنا يا أولادي سي صالحين تهي ايو ادونك كريني اي عمل كي سمايان با والأخرية لذلك حديث إمام مسلم يوصنك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث محاكم إذا سدح له صدقة جارك هذا صحيح بيو روب مساجد وناك عيلو ايتام ذلك يعني مشاريع الخير كيس عريسة إن دوالك وحودرت وصدق شارية أو علم ينتفع به ذلك وعرضت وحبري علم لقى انتفاعي أما يسير بري أن فقد يدولها أما عدك يدولها أما عقل يدولها علم وذلك بري بس صعدة كسد حنا ما محي كسد حنا وحوي صدقة جارية علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أولادي صالح انتهي بعمل كيسب أيامه إلهي وأقبل أيام برد السينية مركب ما أنت والدين تين هي نفتي نبا وحين صلاة سكر دار الجنة بينه آخر كسر صلاة سكر ولي بوحي في انتهي حالة أو كلام أنت مركي تاج انتهي حالة أو كلام مركي تاج انتهي قرمت بالوجه إيمان كنا إلهي يجي حول مو وين
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن صدقة على المسكين صدقة. قفك المسكين كان صدقة للسيا وصدقة وأجر. وعلى ذي رحم دتك رحمك وصاحبك صاروا رحم. إنه لو تكنين أتقاب ترسته 4.5 ك أين عابدنا أين نقلنا قلوب. لكن مرك الله قيبي حساب تستاتيسكسك يجنتيكلي أنت حتى صمارد وحيابها عني كف كان كريني وحويان صمارد ووضع قرابة جيس صمارد سنين قرابة حيل سان صمارد وحل قفك أباها يي هو يدا هو يدا بقول كي بكتب باتي أباها أنا كنت ودرجة كود درجة الله بعد أفرق فاقون علي هو يدا أنا الله بسيط علي أباها أنا الله غير كي نوح أباها أديك يو أباها أفرتي الله بودت كي كلا درجة الصدق حاد سديت بعد نقطة صدق مفاهيم هير كي نيوت كابتر ستاشان تكلا وادت كي كلا درجة كلا واحد نقطة لحية طبعا أفر بار هير كي نالبية طبعا كلا وادت كي كلا تكلا لبية صدم شن بار هير كي نا انت وادت كي كلا درجة كلا أفر يلي حدا لح بار هير كي نا انت كلا استيدة كنت كلا وادت كلا درجة كلا واب بقول مركا لما رأيو أضيقا على باتنا استاتيس كلا واحد شركة وككو بني هاي هل مليون يستيدة أفر تنكون شان بقول يتدواتن يلح بعدي جاجة يبلر كاجة يدي أنا ذا كشرته لبعطف قفادي قيامه هرتاجت بقول كيبا هدي لقى صوصار عد حكت ذا بقول كي هدي لم يتهي هل مليون يستيدة أفر تنكون يشان بقول يلح يتدواتن لبعطف كان إم سي كان قنيا وحيصاب حان فراكشن كازي 0.0019 حاجة حسابته أنا قلت لكم لبعطن كان من بعد آخرية دون كبوفة سهد سيدنا وحيسوهين هل مليون يسداد يا أفرتن كن يشان بقول ينحية توتن وتقالوا ودليسة ودعايسة ودعونيسة حاجة دين تاني فكان دعوها فإنها منتنة بني مانشستر هذا ليك اسكا خال جنتيكالي علمادو قفك وأصلك وكسو جديو مركا أبل أبلين لو سمينا يا قفك categorization of human being صدح سيد بعدين هذا اللغة هذا mid male ك أيها الرعاة والله وطن كاني بعدين هذا دنو حكي كومنت هاي 0.00 إنتاس كل بقديك دوني سايباني كحرنت دت كمرك اللي دوني يوم إدا ويهي جينتك لنا إلا بقول فعبا الله بارا بقول كافع نقلت قبل بنغلا هدي male كلا بارا هدي هو إذا كل جل بارا نقلت قبل بنغلا لكن محا سمي يقف كبن آدم كان الله أكبر تنعين الشيغني أهددك يوردن إلا حسابي أيها الوصوصة رقفك بعدي هاي لذلك محاين الآن هاي رسولك عليه صلى الله عليه وسلم وصدقة على ذي الرحم صدقة ضدك هاس أتسيسو ولا رضا يا صومالة المسلمين تيسحكتان الرحم كاسون الله الرحم يا تلك هاك كما غن هدي أهل مليون يو استديا فرتم كنا قف ككوبرت هاي وضيع قلاتنا ديا سوالي كان مغشى هاي نو قف كان مغشى بل خلقي كلا كوشلا نبى رسول كويمي ربادية أوشك كسر شريعة وصي مرتي كنت كيس كيو تقني بكرس رسول كويمي نكي إن امرأتي أتت ولدا أسود حاس كي واحد رشي ويلي رمضان كسر سوكو حدا أطعني واحد جدا إنه ليس ولدك الماء جمع قال نعم إلا مرة كرويز نستوى الكراعي هذيك الولا كرباشية وقطف مركب نسدد بنو شجر ودعوه ذا رسولكم إلا ولو حيونية هل لك إبل برسولكم نكير بديها قال ما الذي يقول قال نعم قال فما ألوانها ماذا بكيد وامح قال قال يقول حلو بديها عصام إلا قال سياس دلي كسولي هل فيه أوراق ما كتر قال ماذا بعد قال نعم كسر الرسول سدوا كيم اللي نكن قال يغنى لعله ينسعه عرق نور عرق فب أيات شيتي كسر الرسول لعله المها غنى ينسعه عرق سد قال أجبه مت كدواني وقرب الشيء
soo aduu ilmaan ku yakin ma dhali kartid buu oo qof ayeeye ku ah 20 sano ka hor soo uma yakan kartid qaala na'am modern science genetically waxa ka muuqda qaar badan oo dominant ah ayaa mararka qaar kood martay noqonaya recessive mid dominant ahaan jiray inay intu iska tago nin dheer iyo hooyo dheer baa inay yaro inta leeg dhalay anaaba ka mid hooyada iyo abaynta la leegay wad qosli doontaan hadda aragtaan anna inta leegka iyagana ay dhalay genetically yani qofkaad raacisa allahu akbar lidalik soomaalidu waa qaraabo soomaalidu waa qaraabo 20 kan inaan 10 kan inaan ku aftirsanay beenta ah aan iska dayno qof walba inta xaqooda la siiyo 20 kan in intay ka yihiin usii لكن دون كوفة سهادين مفسد هنا مفسد هنا ونعوذ بالله ونعوذ بالله من الإفساد حسابي ضد المتعلميناتي كتابك من هاتك اللي له مغني المحتاج خضيب وشربيني مركو أيوينك أي أو يدا كوعد حالك له يكون الحين أفسر أيوه مسألة أن تضرب قول الله سبحانه كهر أي قفك عدة وحوة هي أنتك كوبيها أي كتابة أو كوني خاشية modern science kan maant ayay u yimaadeen marka walaalayaa aan dib isugu laaban dadku waa wada qaraabo min xadiis abu hurayra radiyallahu anhu qala jaa wuxuu rasuulku yimi abu hurayra jaa rajul ila rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam nin baa rasuulku yimi faqala ya rasuulullah ayu sadaqati a'zamu ajra xoolo aan la bixiyo ugu ajar badan qala rasuulku wuxuu yimi anta sadaqa inaad sadaqaysato وأنت صحيح وصدقة الجنة كو قوليسة صدقة الجنة كو قوليسة أي الجنة الوهلوي أنت صدقة إنها صدقة ستوب وأنت صحيح أضع عفافة وشحيح بخيرة قفك أدوك كنسر قابو وحدوني يوحى وين أدوك محوكو فليا العكتي بالمارت ودبانا يعني لا مبان تاس وحوي أجر كيد ويري وحولا الدولة سنة كتخلصتو لكن وقورما صحيح ولا كسر بارد قنين ولا كوليسترول بارد قنين ولا مدح بانكو حامونا هين ومالك تقول كذا وانت علوش وانت دوني سوينات وحول بقوضة كسرت الله أكبر شحيح ما تهي وحس لدي وحاد هي ستاروك وما في الله شيطان كو اللي موقتي فقر بوك كو يبوهي شحيح ما تهي حل لدي والله كو ما في الله وحاد هي سارو والله تخشى الفقر فقر ما تبغي سارو برميشة تشوفتها ميل عدبو حكو السيني سمان إلهي بقف بلاوية ووحنا ذي ستم هذا الهاو الباء إلهي بالله فقر بقف كبغية وتأمن الغنى وحقا حق مدبا يسبوء أروتي وحسليه آت شيرية ميلها كنت ست دو مارت حقا أدنا السياسة دي حساب تقش غني النمو وحبا هلك الحوارة وحبا حسابي أفر تامك يكو سبان تاي وأفر تي صدقة كو ديد لا عافات صدقة كو ديد يا هذا بروفي رسول بخيل لماذا؟ يين هذا حول الدنيا سو صدق هذا يكون جديد سا فقر قد كم بقي سا صدق هذا يكون جديد سا رسولك صلى الله عليه وسلم وأكون غني نما أي هذا رجعين سا أفرتاس مركي كي يكون هاي سو بس صدق هذا مثال رسول ولا تهمل صدق هذا أو كادن حتى إذا بلغت الحلقوم إلا أي نفتي سو قاعدة أنا وقلت أذكرت هذا اللي فلان كذا هبل انت عصية وفلان كذا هبل لا انت عصية وقد فلان مرته وقد كان لفلان لأن صدقاس ما أجر منه صدقاس ما أجر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم ذا تعالك أي دين تنك على سنة صدقاء يوناك من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسولك وحيد قال وحيد أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك صباحا في أضحى أو الفطر أما عيد الفطر أما عيد رمضان أما عيد الجورع حورها عيد حجة أيا إلى المصلى أي صباح قبله هيدا يستان قبله ما أنت يجا لها وديسي يجا حولي هيا يجا أولادي هيا رجي وهاي بدن باهستا رجي وهاي بدن باهستا ما يرفع الله مرته شيئا الا وضعه الدون كربي مدن مكتنيه
لكن آخر زمن كان رج ويلو من دونان مسؤوليته. لذلك أحاديث صائر أرتين رسولك حليه آخر زمن كساعده كعميسه إلا كنت دمرة أو مسؤولة أو متعلمين أو دوني إن لقى مسؤول نقضه أو نلاش يتشعل أو أنا بيتشعل إنتي رج مسؤولين ويان هل نقول سؤال لقيم واحد ما أنت نقول بقوليها قبل هذا الشلو رجب الغادني رجنا لماي رجب بالمساج كفيري دوا كم قدر صوت إرسان بقلال بفرج أونلاين كم كبقلال بكتيرة بقول كيف استيدنا سيرش ما دمر دين بيدوني رجب الغادني إد مسؤولية اللي قدر الغادني رجب مشي وآخر زمن رسولكم يعني هي رجب وحين غنيان إذا وصل الأمر إلى غير فانتدي رساع رجب مرتوح حلو من دونا مسؤولية أسعد الناس بالدنيا منك النغلا آخر زمنك وحنا غني ولا حس ساعين كي يلا لوكا إنه لوكا من غني كقول لي تا وعقل لي تا بعد ومضى أوردة مرتين وقضون صار وقول باخير سنة وقول ضدني ماذا حن وقول كرشة لي تا رجع آخر زمن باهستا دمروا وحاهسان كفر عليك صدق ذن بحية رسولك صلى الله عليه وسلم وحيمان دونا برسولك لساعد كور سنوات الخداعات سنة ضد بعض بدن أو خائن نوا بدن والرجل بحكوا بعدونا بحكوا بعدونا يصدق الكاذب كوا بين الياشع يقول لي تا أي تذكر رين دونا ويخون الأمين ويكذب مرت الصادق وح بين الروح كم دونا كوا رنت الشيء الدين الشيء جاي كيف ذات كيف ما يمشي مرت كرك غير أن نعوذ بالله حتى صفات الهي ايا لو دوردونا ويصدق ويكذب الصديق اما الصادق ويصدق ويكذب مرتي الصادق ويخون الامين نكي امنك وحلم درا وخاي حو ديبنين ويتمن الخائن حوله مد بابليك او دن خايب لو ديبدرا ويتكلم الروايب رجع واحد دونا روايب صحابه يفهم وين لغاتك يا رسول الله ما الروايب انت وروي فهم قالوا حدا تافه من الناس وددك هو وليتا ويتكلم في امر العامه امورها دقارها يغورك يو امده هوغان كده سياسه يو مسيرك ديغانك يو دولك كولولانايا يو مامولك ادونك اي اما فسادك كان ايام اصلاح يا أمورها وين ودل وحق أنت وقول الدون تبالي تذكر دونك وليت تافه من الناس بأمورته وقع أنت وقول الدون لذلك ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير الدون كونه فساد ما أنت ولا رأى global warming باتشرا هذا بالرسول بقاله ابن آدم كيسقو نرجيا قارئ كاتشو بنتها ما أنت يعني هي الثروة أي بني آدم كهيستان. أنت تاريخ لا مريء لما سو قاعدين هل كان ملقاه. معلم بمعلم أنت كذا بيسنا ثروة بني آدم كسب الناس. تكنولوجيا نلاش. العراق يوم حمر هذا وبيده ووين بارسول كل ساعات كعميس إلا يذهب يفضل نقدان. الدونك يعني سو حلاصة صار الدونا معلم بمعلم أنت كذا بيس. هذا نتاس ما تحاول معايا قاعد يقول معايا. لأن بني آدم كبا مفسدين مالكي تدخل دمه قاعدة وقلية مالكي مسلمين تياهية مسلمين تمان توادتك هو مالك بدن مالكو دي هايستا داد باهايستا دادكي مسلمين تنا وكوا بابايا حريق انتي أدونك all over the world وحالي لا ما انت أدونك دو يتمن مليون إلى 20 مليون باقو انتيا بقول كيبا سيداتنا سكاشوا مسلمين وانا ددك اوغو دقالها بدن ملك و استراتيجي سنتك ادوك حاطه مصيبه لانه وحى الرسول كشيء واخر زمن ومن علامات ساعه ومن علامات ساعه لذلك رسولك وحيدي صلى الله عليه وسلم حديث كان يسوى مال عيد جوقه اي رسولك صباح رجبوا بعدين ثم انصرف وحو أمر يددك وأمرهم بصدقة
يا أيها الناس تصدقوا كدمنا دمرك برسولكم يمي فمر على النساء فقال يا معشر النساء دمرك بكم دمر سيقار دمرك حسيا ولي إكستان تصدقنا برسولكم صدق إستان فإني رأيتكن وحان إدراك أكثر أهل النار إن أتهين ددك أقمارت النار تددك أقبضن فقلنا يا وبما ذلك يا رسول الله رسولك إلى يوم حان النار تقبضن قال تكثرنا اللعنة لعنة دابة سامو رسولك يعني عرب كدمرك بليسينه محان الغدا فصدق هذا محان الغدا فعربك يا حنت يا مصايبك وين صدق أبضن شقيستان وتكفرنا العشيرة رجينا معروف كتسيدين سميا وكجالو ذا ولقد بحرنا ساخير من كارك روايات كحديث كان مدين نكيد ولقد بيسقوا بيلنا يا وصدا وكنت كل كلنا أي مال وحخلنا كارك سامة هناسة أما ناكلوا جرسي أما واحد مرسلون السال ولقد ما رأيت منك مرت منك خير قط ولقد بخير ما تمر الرسول لذلك صدق الله يا بابيسا وإهل كي نينكي إذا نبت أي كجليس وهي حقه ونينكي إذا كليه وحقوي صحابي كي يمي أرض الحبشة وأركي إني منك حبشة يا أهل الكتاب كي إني يوسف جودان مدح دود إلا أهل الكتاب كي يوم مضيه وراء حتى سلام تو يوسف جودان كذي سيد آدم بل إني ملاك تو سجودا أما سورة يوسف بلك دانتو يعقوب يو عروتيس يا سجودا يوسف وحبنا به ديمي وراء مركز حاضر بقارب سؤالك رسولك يوسف جود مركز سارك يرفع رأسك ماذا حاجة سارو قال ما حملك أنت سجود لي مركز سارك يا رسول الله لك يا أنو تجني يا رسول الله لك يا أنو تجني أرض الحبشة ماذا حدود يو علمود الدين تقول له سجودا هذا أنا كم مظن رسولك إلى هاي رسولك يقول له أمرت أحدا أن يسجد لي أحد هذا قف بر لأنه قف سجوده لا أمرت امرأة أن تسجد لزوجها قبل ده الأمر الهاني نكيد سجود لكن تحت الدين تنو على جنس خيوة لا جداي لأن أجرك يوم حقر أبالك ونينك كله يحاسك يويني ده إلى إن الجنة ده كشابي رفع حيوة الجنة ده كل سنين كذا كم ده لذلك روح رسولك لباتوين كيدين كي رجين نيدن نح مريسا سي إلى هاي إذن كرنا عفو صدق الله بريا ورسولك صلى الله عليه وسلم ما أنت نكبس تكتب دورك والله سيك المادر رجينا كوضا يعني رجي دمر مركة مصيبة بدن بعد حدا ذكر على ذلك يرجي سما وحيابها إلى هاي كلها في صدق الله كبير صدق الله كبير وتكفرنا العشير ورسولك ما رأيت من ناقصات العدل والدين ورسولك ما نرقار عقل قوده وحوقها مشغول سيئة هاي وهي روايات كحديث كان فصيرة يعني مركي لهذا هو محين نقصانت عقل دمركو رسولك ويعيدي دمركو إلا وبنيه نقصان بعض أيا كسوا عقل قوده ومعنى هذا حوين شقوين في هيان إيا انفارمت كسيو سنسيهين إيا أوركا إيا ولعا إيا هوشا إيا كتدا إيا عرورتا إيا معنى ظروف النولولات أي هيستو concentration code إيه عم ركّ قارك وترجع concentration بدر لأن علم الإنسان يسكو حيوين طبعاً عروره إسلام لي طبعاً كوا دين الله لان طبعاً كوا حيدان ويكت لكن نكو هل قف حتى ما مرت هل قفهم بوكرن كريا علكود وواحد الأقادي لكن مشغول كان أي محمد رضا هل مر طبعاً كي المها بوحيلين أي مغلسه بوحي أنا أودو يلا نينين وحيابك لا يهدين حصتين حصت بيكون لا وسا حق الدين تن نقصان تود وحويان رجل مر والبا عبادتي بيكجرا لكن دورك حي بيليه النفاس بيليه مر ربلا عبادتي ما صرنا يا لذلك الدين تود وصبر أسا إيمانك تود بنصرة ما إلا إيمانك حق زيادة عمل كنت شوفت هذا أدي يا سيد هذا سيد حشيت كنا تارك سؤال نقطة فينش حال مرانس لذلك وسوق بالجبين إن والله إلهي دمرك يا يوم رسولك وحيلي دمركين ناس صدق غضب ديبوج ظروفهن خاصة درادي صدق هذا بدي ورسولك صلى الله عليه وسلم ولي بأهل كينا كل صدقة يستا أهل كينا يعروبتينا يقرابتينا رسولك وحولي كل صدقة يستا زاس برسولك صلى الله عليه وسلم صدقوين كلا صدقة يستان يوحى كاملة وين الحراشة كده داشة أو حارانتها تسكيلة لسان رسولك وحولي ما تصدق أحد بصدقة أو من طيب
من إذا كم إذا صدق وناكسن الطيب ما صدق يستو ولا يقبل الله إلا الطيب إلى هاي صدق وناكسن ما يمتكلم ما أقبل إلا أخذها الرحمن صدق وناكسن هذا إلهي هرتي رب حضه إلهي وحكاك قاضي يا بيمينه من اكتيسة وإن كان التمر حتى إذا أنت حبتي مروا هالنقطة فترفبو في كف الرحمن حبدا تمرتي إله الرحمن كاقع أنتيسة يبا بعدس يكوينا نسا حتى تكون أعظم من الجبل إلا بور يكوينا تحبدا تمرتي إلهي من اكتيسة أيوك أقبلي ويوينا نسا كما يربي أحدكم سيدا متكين أور ربايو فلوه درمان كي سيرا وفرس كل علي أما فسيله إلمه سيرا ما ارتحشه أيوه لا شيء أنا وشخصية إلمه لو كريو أي إلهي صدقة أو كريا أدونك إلهي إذن كي حبت مربا ها أهاتي على كل حال رسولك صلى الله عليه وسلم ما ننت قيامه وحيابها نار تبختية وحكم إذا صدقة رسولك صلى الله عليه وسلم أحاديث فوائد ديدا فوائد هذا فربنا بأي لا هذه صدقة صدقة مارتي وحيلا هاي فوائد هذه فربنا أي صدقة ولا هذا فوائد أو حكم إذا هدي عن صوك هو واحد حليل إلهي مركو عروضه أخلق جو عروضه إلهي عريدي سو واحد بختية صدقة كجت واحد سحب صورته الصدقة تدفئ قدم رب العالمين صدقة واحد بختيسا إلهي عرضي سبحانه وتعالى وكو فإذا صدقة واحد كمدة الصدقة تدفع البلاء تدفع ميتة سوء رسول كعيني صدقة واحد أي دفاع على جيري دحل قف صدقة انت بدن صدقة يا وقرابتي سحيرية ووحو هيستل رحنا جيري حل مردتو جيروح ما بعد انت إلهي جيروحكم بدي المال صدقة واحد بابيسا في النادي أهل كي يعرضه يحاسك في النادي مك قربها مركي متشونه شيدانكو وحياة مالها وكبو ليستوينا وضد كمسلمين تاني باتد ويجستو حكم إذا قربها قربها غير هو يسعدو عرضه يهرب ويسعدو آبائه هو يسعدو الماء ويسعدو لأن شيدانك كينا لأن ماشين وماشي شيدانكو ويعشق يسويالي رسولك علينا عرش الإبليس على البحر. إبليس كوين عرش جيس يمشي كتر يا وابدا. فيبعث ثرايا إذا من صادرة. دلالك يا أمدوه لك يكونوا ليهين قاربو هرو بوليست. إما دلالك جارا. إبليس كشجعو كجبا وروين. إبليس كمكية مدينة شجع. لأن واه هرو بدت كي مقولين. مرك مال إبليس ونوكلير كهستو. أو محاكم رأي F-16 كويستو أو يهي ماشي أو باور كوين لي حتى عروتها دي هير كاقي كانتو والله يبانو كبوله اللغاني تدفي قاربا كوري ورماشن بلاي ذا كتبتها وبعد نو البو يابين لأن حيرا تصوغش حيرا نيا تشوغا واحد تشوغا تشنو ديسي عيدا ما ديسي نمانا حي أو باور لي أو باونسرا أو أن يعني هي وحباء مارتي أنا كبوله اللغاني نجيلين كوري يا تشوغا مارتي مارتي نعوذ بالله لذلك رسولك وحيري أباليستاس متبمتك إلا إبليسك وإن إلا آدم إلا قيام ساعة ونولي كو ديرا يانوي كالعمر ديري متبمتك وكفتنا بدنا وددك كالجاليسي وقعنت كو هنجري بو كفتنا بدين متبا إيمان آية سولينا حسن سوسين سولينا حمد سولينا متك لا إيمان آية سولينا إذا كمان تقين لا هيركي كالتقين وكالسولينا هذا لابتو بقوان آية متبا وإيمان سولينا يقول لي وقالوا إبا سولينا وكارك اللو بهين نعوذ بالله لذلك رسولك وحر الصدقة وحيابها أي دفاع دوحة كمدة في النادي إيه الكي عرضت يقويسك إلهي بها الصدقة قرافة حذيف بن يمان مركو عمر ويدية في النادي وحي رسوله وشاقه وحر وحا كمدة قيب صدقة إلهي وقرافة في النادي قويسك صدقة إلهي وقرافة وكفر ذي مرهد وحا كمدة رسولك وحر الصدقة وحي بابيسا خطيئة يد نوبتا قفك جفك وقلي الصدقة تدفئ الخطيئة قفك وجفك وقلي بيكون أغلى ويكون أغلى صح صدقة سد بيها أدق ويسته بي مرت أي دبجي كذا قيسا كذا قيسا كذا قيسا كذا قيسا واحد يكون نساء عمرية حديث كساحين كويا الرسول كويا
من كان تصره من كيف فرح جلنيسه أن يؤثى أثره إن راد كيس له إلا ولا بدي لبا مدة عمر لسينية أما والله بركانية وعمر بنور يروح نقول يا عمر لا يا ربي إمام النووي دور يا فرت ما كل أنت إلا هذا كتب تالف عدة لفت لما يه هالكتابة يا سود المجلد قارب الله بات المجلد شن مجلد لح مجلد لبية وحام كل أنت لا صدق يا فرت شاف ما ناس قلت عمر جب الله بركانية رسولك عليه من كان سره نكي فرح قلنا نيسو أن يؤثى أثره إن راد كيسة لو إلا هو عمر كيسة لو ديريه رسقي سنة لو سياديه فليسر رحمه رحم كيسة أحد ليه صدقاء الله بحب رسولك صلى الله عليه وسلم لذلك وحي كرسة عمر كيسة صدقاء وحي بديسة أرزاغ الله أكبر صدقاء هو برهان رسولك عليه الصدقة برهان صدقة هو قفك هدو أولي دونيين ونقضوا وبرهان يشو حجي يشو قفك صدقة بحي هدو قفك صدقة صدقة بحي هي وأولياء على إن الله وأهل الله خوف عليه ولا يحزنوا الذين آمنوا وكانوا يتقون له البشرى في الحياة الدنيا والآخرة وبرهان الصدقة برهان برسولك هدو قفك دونيين وبرهان يشو كرامة يشو عزي يشو إلهي تيسى كوين هذا وأنه يقف متصدقة وأنه صدقة بحياة ما ننت قيامه ما كي النار تصور لقاقه وح النار تيسر تاقة صدقة لك شرته رسول قوح المرك قيامها النار تلكيامه وح لكين يأيض ولها ولها سبعون حيث كإمام مسلم ولها سبعون ألف زمان تضبات كنه جنب القوة سلسلة دوت وفي كل زمان سبعون ألف ملك تضبات كنه ملك بغية تضباطهم كل مركب الغرفة تتبادل مقال متغنى وفو بليان يسغال بقولهم مليون أو ملك أو ملك ولي بس ماذا انتو سجروا إركا ماشي عيادك صبحتي ماشي كده عدو ملك قربيه سجران أي أو 4.9 بليان ملك باكيها نباحية سياني خلق يا محشر روغو صوفكان مركزي صوفكان إسا مركزي قادن إسا ثم لننزعنا من كل شيعة أيهما شدوا على الرحمن اتيا ثم لنحن أنو بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مغضيا ما حشك يكبر نسا مركز وكل رسولك على دونك وحيق يا ملك تيس فلا يرى إلا ما قدم أركي ما يوحر مرسلمه يعني وحيق يا مرتي بلي حيسة فلا يرى إلا ما قدم وحيق يا نار هرتيسة وحارك يا نار جهنم وصوقها بالسن لذلك رسولك وحيق من يحب نينك الدنيا يا مكة نارتاس إن إلهي سبحانه وتعالى وكبد باديه وحول بحية صدقة ولو بشق التمر تمر شيء حيد ما نغطيه ورنارته بحسك حسيه برسولك نارتاك قصة وصعوتها إيه قرانا يسددك ماذا حاعتك إلهي قرانك وكوش يا رسولك وحولي صدقة بحسك حسيه لذلك وحل الربا إني نوالا إلى صدقة بحسك حسيه وحن قصة وقبين يا درسك وينو بحنا أسباب دخول الجنة صوابها الجنة ده الجوجل أو أيقور يسمالك يمان تهير كينو مرينو رسولك صلى الله عليه وسلم وحوها كود يخسس كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل إلى رسولك إنه كود إذا ليني رسولك إنه كود إذا ليني وين رسول كود إنا صلى الله عليه وسلم رسولك ديخس بوها ديخ دي رسولك وين كود إنا رسولك وين تسلات تكية عسر صحابة ayuu jiray dadkii isagoo degdegay oo yaan saxaabada markaas uu soo noqday masaarkay masaarkay rasuulku inay saxaabadii la yaabtay markaas uu miyay la yaabteen waxaan xasuustay xoolo guriga yaalay oo aanan rabin inuu caawo waago jabalku ugu dhaco ayaa markaan salaadii tukiyay baan xasuustay dabeedna dumarkaygii waxaan qaybiyay inaan xoolaha timriga timriga waxa la leeyahay waa dahab aan wali laga saarin waxaan qoraydaa ciidi waxaan go'aan saday in la qaybiyo la sadaqeeyo rasuulku ma jecelayn in xoolo u yeelan hatta xoolo u yeela wuxuu siin jiray sanad buu siin jiray markii dambe masaarifta reerkiisa wixii kale uu sadaqeyn jiray rasuul lidalka maalintu dhintay hatta deyn baa lagu lahaa marka in deyn lagu yeeshaan dad xoolo badan haysan ceema laakiin inaad bakhil tahay ayaa ceeba waxaan ku gabagabeynayaa xadiiska rasuulku wuxuu yiri
صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من دعام بيتها لأن وحن حديث كنتي بقول لك تذكر ما أنت وحوجا هيا وضمك يبني إيه الكي يومارت ما أنت الدنيا تذكرين ولا يا رسولك إذا أنفقت المرأة من دعام بيتها هذه يصير سوا عشان تقول يسوي ديان أذكي أنا وحبه مش يجينا ما بحين كره شيطان وحرنا يا موت حتى أنا وحبه بحيني أذكي كموجي مركا خرا مركا عروس تجي مركا حسب اللي تجي يا مركا لو مرت قبل الله عشان تلي سوق يبي مصيبة ده مركا كده يبي ليسو يه ثواب كيه واحد دربانة ده يه سها يه وحصلن وهذا ده في توه مويديا نعم مويدي مايا لكن واحد حقه هاوي في توه مويدي نسا أو ترى وشوا هذا جانا وحبه مش هي وحما بحين كرا رسولك وعيلي إذا أنفقت المرأة من دعام بيتها هذه قفك دورة هذه منتدى قرية دي بيل كذا وحكب حصه غير مفسدة أيضا فسهادنين أن عيب وجدين حتى منك ما يوح ويديني كان الله أجر أجر به ليس بما أنفقت صوت يكون نفقه سي ولزوجها منك يدنا حتى يوشيقين أجر به منك يدنا لو قرية أجره بما كسب هذا سوك سوك سبي وللخازن مثل ذلك نينك حتى دكانك غير كوهية جناسك جانتك كوهية هدو جناسك صدقاتي كبح يسون فسهاليني حاسكي يهلكي نينكي سنجيبا واللغري لا ينقص بعضهم أجر بعض شيء بركود ببر أجر كي لهيك نصحون مايو حديث كان بخاري مسلم أيا وريي وحالين ولا ليال جمع كستا وحين أخرنا ولله الحمد آيات قرآن من بركة الله أخيا آيات كان صحة كمدة وحلل الوقت جي منذ عمر بن عبد العزيز من عادل أبوها أيا خضب كجوع هذا لقدر شيء آيات آيات كاس حوي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون وحلل السوشيال جاستس سوسي أكونوميك بلشدة هذين آيات سو قرق على اللهين بلشدة بقول لي بالله إلهي وحيامه يا بالي إن الله يمركم بالعدل عدل جوا حلال هذا واجباتك أردن الله تما ده عدل جوا واجباتك زكاة واجبك هاي حجك صدقة قرابة واجبك كولا هاي حاسك واجبك كولا هاي أولاد مرك عدل جوا حلال هذا وواجبك إن الله يمركم بالعدل وحيله الأمر واجبات أردن إن الله تما ده بقول هنا أود كعدالة ميسان محاكلون أمر والإحسان وإحسان كواحد يسوين منه إن ضد محسنين عمل كلاب على وقبيا عمل كلاب على وقبيا عمل نفته ذكر يا جارية هي عمل مسلمين تي ضد كخلق جوردن جارية كيف أجر بدن وحاجر بدن عمل كتد جوردن جارية لذلك إن ما أنت جوردن سلاة كتب القرآن خلصته مرك قاركه حكفي عن إن حوله أنت كوب قادته إن ضد كنوليسه وضد ك محمد هذا كي حنوصل إلى القرآن كصاخده أو كي تشين هيا أدنى تشكل صادقته أودت كقرآن كبرته أودت كحيسه أودت كوسو ترجمته أودت قصة قيسته إن بلشلا أنفع أو بلشلا واحترته أيه جدي جمانت السنة إن تكتك في عن لذلك مع الإمام الشافعي صلى الله السنة كائن يكون مشغول يتهجد يتهجد يين العلم يكون مشغول كي يوجع له إن العلم يكون مشغول لأن العلم هو خلق ومدة ونم بدليه صلاة السنة سدي كل يوم بدلسة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير من بفسه لذلك إحسانكم وإن أدتك وإحسان سميسا ومرك عدل هي واجب كل اتماده وإن عملك أدتك ودن قارية محسنك كاردية اللي إحسانك ودرجوينك هل كوسر إيسا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبا مرك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي الغربة قرابة ما أنت دولت كرملين ما أنت شغلي دولت ينقر الله هاي إنك عقب سنين وهاي إنه قرابة قف لبا صار ذر هذا قرابة صومالي هذا قرابة وأنا يمكن حسابني وهو ذا قرابة ما تشوف توقف صومالي أن عد يبيك كله هاي هذا قرابة ويتدور وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي حد قدم إن حول ما أنت مسلمين توه هاي الساعة كاي ستة واحد قدم إن أتذكر سكور كنت حولها جوست ما شوى بغي واحد جذب فلقدر كوا مرت واحد جذب دتك شرب ما أنت بدن كودة واختي جودي العقتو دي إنه رشودي شرب يستعمله إلهي ما من كم كم من قال شرب وحنا ليه جزاكم الله بخير
يد مرتي العلا مرتي العليا خير من يد السفلى كعنت سريسة وحبحين ساك خير بدن كعنت فصيصة ما أنت كعنت سريسة نغلة وحنكسر جب جبيني يا درس جم ولله الحمد أن لا هاي قبلها ولا لا حاجة وصفر ليه كوا خدك كجرا ويلشة رجع عدك استوى عدك علمد وإيجاده ما أنت جرمت بالو كجرا جرمت بالو كجرا جرمت بالو كجرا إله محاويديننا جرمت كاس إلهي إنه قلب كله اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم هدنا بهداك ولا تولنا بسواك وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين إلهي محمد ديننا ضدك مسلمين تمانت عالم كورنا كل باتيسان دي سيريا تهي عراق أفغانستان صوماليا يمن أول مسلمين توردن كوة قالة كورنا حنول كوة تشيرش كتشرة كوة نباتيسان إلهي محمد ديننا سبحانه وتعالى مسلمين إنو عينك رحمة كويبو إلهي محمد ديننا أمني إنو سيو آمين سيو أرساخ سيو خير سيو أولادو ذا بدباديو دمر كود بدباديو إهل كود بدباديو إيمانك كسوغو توبت سيو خاتمة خير بو خاتمة إلهي محمد ديننا أبارتا ما تبلوكي كجرتا إلهي أبارتا إنو كريارو إلهي أبارتا إنو كريارو إلهي إنو إنو وافتشي أبارتا أي ما تينا يستوى مدة سمية أو أينا تعب أسميسا بيه مارتي وقفصا بحويان مارتي وامد إنو أينو تشور كيدا يذنب كيدا إسكالان هاي ومد إنو إسكالان هاي إلهي إنو مسالحي إنو وافتشيو دولة حبون النصيو هجاك إنو هجاتشيو علماء هجاتشيو أولاد إنو هجاتشيو أزواج إنو هجاتشيو دمر إنو هجاتشيو رنيرد إنو هجاتشيو إلهي مسالحي إنو وهرنيو تعليم إنو وهرنيو قار وحق قبصد إلهي إنو نغيرو ما أنت مسلم كي ندد كقالد مسلم كأيقاطان مسلمين تعلقن حمدو ذي يكوالة حمدو ذي اللي إذا شدو ذي أيام مسلم كي ما أنت لو قاد الله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يكدوا عزين شلي إلهو هنغي يلن الفتنة كوة قاردة أي نغا خشافان وأنغي الدين تيدبا أي سيدي قول حار لنا وطوران وإلهدان إلهي إن الدين تيدنا موحي لكب مغضاء إن الدين تيما أنت لك حمو إيام حانك رضا شرف حمو سوجيدنا إلهو نقبت بادي إلهو نقبت بادي إلهو شرفت الدين تسوعلي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين إلهو قوة كتابك ككر يرشو إلهو نقيل إلى قوات كهوس يا شاه النجيني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وجزاكم الله خير قل يا أونلاين كاردمان تين شهر قرية هل كان يوم مرت يوتيوب كويل هاي البركة يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.